شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبكا 2024، والذي تستمر فعالياته حتى 7 نوفمبر الجاري بحضور عدد من وزراء الطاقة ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية. تهدف هذه النسخة إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي وتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة. ويشهد الحدث هذا العام إطلاق 3 مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب ودول الجنوب العالمية للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية، حيث يعد المؤتمر أحد أكبر الفعاليات الخاصة بصناعة الطاقة على مستوى العالم.